وصلنا للقسم الأخير من قبل الضوء. اليوم عم نحكي كيف ممكن نقدم على وظيفة جديدة، شو السيفي لازم يكون، كيف شو لازم يتضمن، وشو لازم نعمل خلال الجوب انترفيو، كيف لازم نتصرف. مشان هيك هلا رح تكون معنا جيسيكا خديدة، تذكرتوها. بونجور جيسيكا. بونجور ربيع، استقنالك. نحن والأكثر. كيف تشي مابينج معك؟ الحمد لله ماشي الحال. وي سافا. جيسيكا، مثل ما حكينا اليوم عم نحكي كيف ممكن نتصرف خلال مقابلة عمل، كيف لازم نحرك ايدينا وكل هالامور اللي انت ممكن تساعدينا فيها. صح. هلا كجوب انترفيو ما قبل شوي بلشت بالحلقه، في كذا ستيبس نحن بنطلع عليها، مش بس السي في. يعني اول ستيب هو تحضير السي في بطريقه كتير بروفيشنال. نعم. ثاني شيء نحن كشي ما بنطلع على الشق الانساني. نعم. يعني نطلع على اذا بدك شقين كتير مهمين لتحضير الشخص ليفوت على جوب انترفيو. نعم. اول شيء عندك الشق الانساني اللي هو خاصه بالبادي لانجويج والتصرفات اللي نحن كأشخاص أبليكنت عم نقدم على الوظيفة ما لازم نعملها، وقصص لازم نعملها، بلس من هي الشخص نعطيه كوتشينج شوي ليستفيد شوي من الانترفيو بطريقة كتير إيجابية، بنعلمه شوي تقنيات بالفيس ريدينج ليقرأ بثواني قصيرة يعني الشخص اللي عم بيعمله انترفيو، على الأساس حسب شكل الشخص اللي عم بيعمله انترفيو على الأساس يا بيفوت بديتايات كتير وقتها بيكون عم بيجاوب بالأسئلة، يا بديتاي كتير واضحين يعرف كيف يتعامل معه. يعني صح، يعني هون عم نحكي شقين الفيس ريدينج والبادي لانجويج. يعني هيدي تتوصل لمحل انترفيو تكون very successful وتكون نتيجتها كتير إيجابية. ولدرجة حدا رح يجي يتصل فيك ويقول لك رجعي تعي تاني انترفيو. مين الأشخاص اللي لازم يفوت معهم بديتايلز؟ يعني الأشخاص منفوت معهم بديتيلز هنا أول شيء اللي عينيهم كتير قراب من منخارهم، بتحس المسافة قصيرة. نعم. ونفس الوقت عينيهم نازلين قشطين، هن خلقة هيك شكل عينيهم. في ناس أشخاص تطلع فيهم كأنه عينيهم نازلين عطول حزينين، هولي كتير ديتيل أورينتد وكتير ناجحين بعملهم. نعم. وما فيك تتأخر ثانية عليهم، يعني إذا حسوا الشخص اللي فيت لعندهم تأخر دقيقة عليهم رح تكون كوني أكيدة رح تكون كتير نيجاتيف إجابات، يعني حتى رح يتطلع بالشخص بطريقة أنه هذا شخص ما بده وصفه بشركته حتى لو كان عنده مهارات كتير عالية. لهالقد بفوتوا بتفاصيل هالأشخاص. والأشخاص التانيين أشخاص الفيري فلكسيبل اللي بهمهم يسمعوا منك الشيء الإنساني أنت كبيرسونال إكسبيرينس مع مهاراتك أكيد التقنية والعلمية. عم نحكي هون الأشخاص اللي وجههم بيكون بتحس بنص، نحن حكينا بسبق حلقات هداك الشعر عن الفيس ريدينج، والوجه بيتقسم لثلاثة أقسام. أو عندك أول قسم هو الجبين، أوكي. عرض الجبين اللي بيوصل على الحاجب، بيجي عندك من الحاجب لأسفل المخار، من المخار عالتم، هذا تالت سكشن إذا بدك. أشخاص اللي بهمهم كتير يسمعوا your personal experience، وأنا صارت معي، يعني أنا من 10 سنين وقتها كنت بعدني عم كمان عم بتخصص هون بلبنان، أنا عملت بزنس وعملت MBA بالبزنس. صارت معي مع الوقت، بس خصصت بعدين بماليزيا فيس ريدينج حسيت عن جد it is a proven fact 100% تزبط. أشخاص بهمهم يسمعوا your personal experience بالانترفيو ويسألوك تحديدا هالأسئلة ليشوفوا شخصيتك أكتر من مهاراتك، إذا بدك شو تخصصت بالجامعة، يشوفوا أنت كيف تتصرفي بالمجتمع، كيف بتفكري وهيك. ايه؟ كيف بتفكري، يعني حتى تستام أبل الأسئلة التيون صح 100%. هن الأشخاص كوني أكيد بوجهن لقسم النصاني بوجهن، يعني من حاجبهم لمخارهم بتحس أعرض شي بوجهن، أوضح شيء بوجهن. يعني ما في مجال تتعب هذا الشخص، يعني جزء النصفي من وجهه كتير عريض. أوكي. هولي بحبوا أنه يسمعوا your experience بالحياة وبال education وكل شيء. هذا أشخاص عملية يمكن. ايه عملية كتير وبهمهم الشيء الإنساني أكتر. أنت قديش بدك تقدمي لهالشركة وتعطي من حالك، وقديش أنت بتشوفي حالك من هلأ لخمس سنين. يعني كوني أكيد هالأسئلة رح يكونوا رح يسألوهم 100%. بينما الأشخاص جبينهم عريض هم مفكرين بامتياز، بحبوا يسمعوا منك بطريقة حقيقة، يعني قصص مزبوطة حقيقة، مش تخبريهم هيك بالإجمال، لا بدي يسمعوا مع ستاتيستيك، مع معلومات، مع أرقام، مع لوجيك.
بيركزوا على اللوجيك أكثر من الشخصية. يعني أنت كي بتفكر بطريقة تقنية أكثر. هني يكون أكيد رح ينجذبوا دائما الانترفيورز كلهم بالعالم شو ما كانت الشركة، إن كانت لبنانية أو برب، إن كانت بانيزي أو أمريكا، أنا شفت هالشي. بيركزوا دائما بوصفوا الأشخاص بيشبهون لأرباب العمل، تكون أو اللي بيشبهوا كلتير الشركة. هذا اللي كنا عم نحكي عنه مع جيهان كمان، انه تحديدا الفيس سكرينينج بيدخل بهالشيء، لانه مش بس كمان كلتير الشركة، عندك شيء صغير منه هو كمان بالاخص اذا كان رب العمل هو اللي عم بيعمل لك الانترفيو. دائما بيرتاح للاشخاص اللي بيفكروا شوي قرب منه او بيفكر بنفس الكلتير الشركة. حتى بالجسم، اذا انت قاعده بوجه الشخص اللي عم بيعمل لك انترفيو، بنصح الاشخاص هلا يمكن هن الكراسي بحطون اجباري ما فيك تغيري الكرسي، اوكي؟ بس اذا كانت بطاوله كونفرنس كبيره عم يعمل لك حدا انترفيو، مش دائما بمكتب، مرات بتصير بالكونفرنس صح. اوكي، اذا عندك تشويس نقي الكرسي، هيدا دق الكرسي دائما ظهرك مش دري اقرب باب وراك، اوكي؟ هيدا نيجاتيف امبريشن بالبادي لانجوج، كانه هو عم يربحك كل مره. لازم ما تكوني قاعده يعني وراك الباب، دري وراك، عم بيفتح شيء وراك، لازم دائما بطريقه 45 درجه بتقعدي بالنسبه للشخص اللي عم يعمل لك انترفيو لتعطيه بوزيتيف ابروتش لهذا الشخص يتجاوب، يكون كوميونيكيشن افضل انت وياه. يعني ما تقعدي بوجه دغري على خط مستقيم، هيدا رح تصير كانه عم بخب الثاني بالاسئله وناطر ناطرك على الدقيقه تغلطي معه، مثل التحقيق يعني. ايه، هاي بتصير تحقيق، هاي بالتحقيق نحن نستعملها كثير وقت عم نكون كثير صارمين. أيه. بس لانه كمان فيسينينج بيستعملوا بالتحقيق، صح. بس عم نحكي هلا كانترفيو سكيلز، حرام انه واحد يقعد انت تقعد بوجه الشخص 45 درجة، 45 درجة حتى لو كرسي هني حاطينه على شكل مستقيم، انت زبط قاعدك، انت قاعدة بالكرسي بطريقة تبرميها توكار يعني. او ما تبرميها هني، لانه الناس بتطلعوا انه ليه عم تبرمينا الستينج تبع الانترفيو. انت على الكرسي زبط ظهرك 45 درجة، ودايما وجهك للشخص اللي عم بيعمل لك انترفيو، ودايما they should always smile الاشخاص، يعني ما ينسوا يتسموا. حتى هني بتبلش يعني الانترفيو بتبلش حتى هني وقاعدين بالريسبشن، مش بس اول ما يوصلوا. يعني اول ما يوصلوا بده يكونوا كتير ايجابيه مع السكرتير، لانه مرات بيستعملوا السكرتير لتحللهم شوي وتخبرهم انت كيف تصرفتي برا انت وقاعده. صح. يعني صح. كمان الاشخاص اللي قاعدين ما لازم يتلبكوا، فيرست امبريشن كتير مهمه، ما لازم يتلبكوا، ما لازم يهزوا باجريهم كتير وبايديهم، حتى لو تاخروا عليك. مرات هالتقنيه التكتيك بيستعملوها الشركات ليلبكوكي، فشوفوا انت اذا نطروكي شو بيصير فيكي تحت ستريس. حتى ايفن لو نطروكي ساعتين، لا ساعتين صار شيء قلة احترام. يعني عم نحكي في شيء خلل بالاتش ار ديبارتمنت عندهم، هن مش محترمين حالهم. لا عم نحكي ربع ساعة ماكسيموم، لربع ساعة ثلث ساعة، هيدي كون مقبولة كل الشركات مقبولة، بيستعملوها شوي مرات حسب الوظيفة عم بتقدم عليها ليشوفوا انت تحت ستريس البريشر كيف تتصرفي. اوكي اوكي اوكي. ثم بطلب من الاشخاص دائما حتى يجيبوا غير السي في والرزم يحضروهم، بنفس الوقت لازم مثلا يكون عندهم مجلة بروفيشنال يفاجئوا اذا ما قديهم وظيفة خاصة بالمانجمنت، خليكوا ياخذوا معهم مجلة خاصة مانجمنت، حتى لو نطرون ربع ساعة يفتحوها قدامها السكرتير، خلي تفاجئ انت بالبادي بهيك بهالطريقة بالبادي لانجوج، فاجئتي للاشخاص انه انت من نوع الاشخاص ما بتضيعي وقتك وما بتكوني ستريسي تحت الضغط. اللي بيقعدوا على تليفونهم شو بيكونوا؟ هلا هم مستحسن ما يقعدوا على التليفون، اوكي؟ يسكروا حتى لو نطرونا ثلث ساعة، يسكروا التليفون يحطوه سايلنت، بس يقروا شيء، يكون عندهم شيء يقروه قدامهم. بهالطريقة عطيت الفيرست امبريشن كثير بوزيتيف، انه انت شخص مثقف وبتضلك تتابع قصص وما بتضيعي وقتك لحيالله معلومة، وممكن تفيد الشركة كتير بمهاراتك يعني. وإيفن لو ما نحن هيك يعني أنه حتى لا أكون عم نعطي معلومة غلط عن حالنا، لا حسب الوظيفة، ما هم بيرجع حسب إذا وظيفة تقنية لا حرام، مش حيل أطوم مجلة وظيفة تقنية أو شيء سوفتوير أو شيء عم بيقدم على سوفتوير إنجينير مثلا، لا عم نحكي هون كمانجمنت يعني شيء خاصه إدارة، لا يكون معهم شيء مجلة، بس مش مجلة أكيد فنية و
خاصة بدومينهم. ايه يكون قريب على دومين الشركة، كثير الشركة دايما بنرجع لكثير الشركة. بدك تعطي بطريقة ايجابية يعني، وتفوتي بطريقة مش كتفاتك نازلين، البادي لانجوج بتكوني صارمة وشادة على حالك، عارفة حالك انه انت عندك ثقة حتى لو منك اكيد اذا حدا رح ياخدك ولا لا. يعني واللي فايتين ما نفوت بطريقة اجرينا لقدام، اخدين وقتنا لنمشي لنوصل عند الشخص، ما نكون محملين كتير قصص بإيدينا، لأنه هذا بيعطي شيء أنه ملبكة بحياتك، ما بتعرفي تنظمي أمورك حتى لا يعني، فيك تحملي ورقة صغيرة أو كلاسير صغير ببين أنه هذا شيء خفيف نظيف وأنت very precise وبتعرفي شو بدك. أوكي. ما نحمل شنطة ولابتوب وخبار لازم يكون معنا بلوك نوت وهيك يعني أنه ناخد نوت، يما لا لازم بس يكون معنا السيفي تبعنا هون بيرجع للوظيفة، إذا وظيفة خاصة بالإدارة لا ياخدوا بلوك نوت. وحتى غير ما يخلص الانترفيور كل اسئلته، واكيد هون نكون عم نوجه جسمنا بطريقه ايجابيه، يمكن يسالك اخر شيء، في كثير انترفيور بيسالوا اخر شيء اذا نحن عندنا اسئله لهم. اوكي. فهالنقطه بدنا نحضر حالنا نفسيا لو نعرف شو بدنا نجاوب، نسالهم اسئله لها معنى، مش نقول لهم لا ما عندنا اسئله، لا لازم نسالهم شيء، يمكن نسالهم لشخص بوجنا انه انت قدر صار لك بالشيك وهل انت مبسوط فيها؟ تعكس ما نخاف يعني من هالسؤال، ايه ما نخاف نساله هو نحن هالسؤال، لان بالعكس هيدا عم يفاجئ انه نحن مركزين طول الوقت على الانترفيو، مش بس مركزين انه نطلع من الانترفيو ياخذونا ويعطونا هالمعاش. اوكي؟ ما يكون اسئلتنا يعني بس ريليتد للمعاش والدوام وهيك. ما نخفف الا اذا هو جاب سير الشخص اللي عم يعمل لنا الانترفيو، ساعتها بنكفي معه بالحديث، بس بالاخر بنساله شيء خاصه بالشركة تناخد المعلومة منه. أوكي. بس أكيد مش سالري. Thank you لأليك جيسيكا، يعني معلومات كتير حلوة وكتير مفيدة، وإن شاء الله كتار يكونوا سمعون وأخذون بعين الاعتبار، لأنه لازم هيك نتصرف خلال الجوب انترفيو. جيسيكا خديدة تشي مابينج فاوندر طبعا وفيس ريدر اكسبرت، لكل اللي عبالهم يتواصلوا معك بفوتوا على الفيسبوك على تشي مابينج بيج، صح؟ صح، وتشيمابينج.com. ثانك يو لأليكو، سلامات لجورج. باي باي باي.